الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وأربيل في كردستان العراق، وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. كما انخفضت أسعار البيع في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، وبلغ سعر البيع 152,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150,500 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أن الدولار سجل انخفاضا أيضا في محل الصيرفة، حيث سجل سعر البيع 151,600 دينار، أما سعر الشراء فسجل 151,500 دينار مقابل كل 100 دولار. بلغت استيرادات العراق للشاي من الهند أكثر من 70 مليون دولار خلال العام 2023 حسب موقع خريطة التجارة الذي يوفر التجارة للدول للصادرات والواردات. وذكر الموقع في إحصائية أن العراق استورد الشاي سواء أكان منكها أم لا من الهند خلال العام الماضي بقيمة 71 مليون و534,000 دولار، مبينا أن معدل حصة العراق من صادرات الشاي الهندي بلغت 37%، وأضاف أن كمية الشاي المستورد من الهند بلغت كميتها 34,237 طنا، مشيرا إلى أن النمو السكاني بين عامي 2019 و2023 بلغ 61%. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية تجاوزت 3%، وذلك بالتزامن مع تسجيل أسعار النفط العالمية أيضا لخسائر أسبوعية. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 4 سنتات ليصل إلى 66 دولارا و82 سنتا، حيث سجل خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و43 سنتا، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أيضا على ارتفاع قدره 4 سنتات ليصل إلى 69 دولارا و82 سنتا، مسجلا خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و11 سنتا. وسجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا وتحالف أوبك بلس، على الرغم من التحفيز الجديد من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن انخفاض أسعار النفط العالمي لن يؤثر على رواتب الموظفين. وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوتشر أن انخفاض أسعار النفط لفترة قصيرة تحت 70 دولارا المحدد في الموازنة لن يؤثر على الموازنة، ولكن تأثيره يكون أكبر في حال طال الانخفاض لأشهر عدة. وأوضح كوتشر أنه حتى في حال بقاء أسعار النفط تحت 70 دولارا لفترة طويلة فإنه لن يؤثر على رواتب الموظفين لهذه السنة، مضيفا أن تأثيره سيكون على الموازنة الاستثمارية والمشاريع في بغداد والمحافظات. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.